حديث القاهرة كان عن وقوع السيستم. ايه؟ ايوه السيستم وقع. النهاردة كان في امتحانات اولى وتانية ثانوي، ده امتحانات نصف العام، وكان معاهم طبعا المصريين في الخارج للصفوف من رابعة ابتدائي لحد تانية ثانوي. مع بداية موعد الامتحان انتشرت استغاثات من اولياء الامور بالخارج بيشتكوا ان السيستم وقع على المنصة ومش بيفتح، زي ما حضراتكم شايفين الصورة كده. يا جماعة السيستم مفيش، نجد وزارة التربية والتعليم بحل المشكلة. كان في تحرك سريع، دكتور رضا حجازي طلع قرار، القرار الأول بمد وقت الامتحان لحد الساعة 5، وبعدين القرار الثاني تم مده لحد الساعة 8، وبعدها صدر قرار بإتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج. وعليه قررت الوزارة إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، عشان يدوا ولادنا فرصة اللي ما تمكنوش من تأدية الامتحان بشكل إلكتروني. ليه اللي حصل ده؟ ليه اللخبطة دي؟ احنا بقينا متقدمين في الاتصالات، هذه واقعة شاهدناها في السنوات الماضية أكتر من مرة. ما الذي حدث؟ خلونا نفهم من الأستاذ شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني عبر الهاتف. أهلا وسهلا أستاذ شادي. أهلا بحضرتك أستاذ خيري، تحياتي ليك. أهلا يا فندم. أستاذ شادي، ما الذي حدث؟ يعني وقوع الشبكة أو حدوث مشكلة؟ السيستم ده جربناه قبل كده، ليه وقعت الشبكة؟ ليه حصلت المشكلة؟ هي مش الشبكة أستاذ خيري، ولكن إحنا مع بداية الامتحانات النهاردة في ما يقرب من 80,000 طالب بيدخلوا في توقيت واحد على المنصة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات للطلاب المصريين في الخارج. فحصل زي مشكلة تقنية في المنصة، وكان في تحرك سريع من الوزارة لتطمين طبعا أولياء الأمور والطلاب علشان ما يبقاش في أي حالة من التوتر. وبالتالي جه يعني توجيهات من الدكتور رضا حجازي بمد الامتحان حتى الساعة 6 ثم 8 مساء بتوقيت كل دولة وليس بتوقيت مصر، علشان ما يكونش في حالة ضغط نفسي أو عصبي على الطلاب، والحين طبعا اتخاذ الإجراءات السريعة لحل المشكلة التقنية. وطبعا احنا هنا بصدد ان احنا طبعا تم اتخاذ اجراءات ليس لمعرفه الاسباب، ولكن كان وضع حلول سريعه. طبعا معرفه الاسباب دي بتتم بالتوازي، ولكن كان التركيز على وضع حل سريع جدا للسماح للطلاب بالدخول بشكل لا يسمح لهم باي حاله من حالات الضغط النفسي او العصبي. وده كان طبعا في متابعه مستمره طوال النهار من دكتور رضا حجازي لكافه الاجراءات اللي تم اتخاذها، وعليه تم اتاحه منصه جديده يتم فيها طرح عده خيارات للطلاب علشان يعني يدخلوا الامتحانات بشكل هادي ويبقى مطمئنين وما يبقاش في اي مشكله خالص. الخيار الاول وهو ان هو يدخلوا على الامتحان الالكتروني نفسه على المنصه الجديدة ويأدي الامتحان بتاعه بهدوء ويخلص الامتحان وخلاص ويتم يعني الانتهاء منه بشكل كامل. والخيار الآخر هو تحميل الامتحان ويعني يطبعه بشكل ورقي وبعدين يحله، وبعدين بعد كده يقوم بتحميله مرة أخرى على المنصة أو يقوم بإرساله عبر البريد السريع لإدارة أبنائنا في الخارج. وده طبعا الحل ده لقى الحمد لله استحسان من الناس بعد طبعا يعني حاله القلق، واحنا طبعا مقدرين ده تماما. ولكن الصراحه الدكتور رضا حجازي كان حريص جدا على اجراء كافه او اتخاذ كافه الاجراءات السريعه لحل المشكله في اسرع وقت ممكن طبعا، واتاحه الامتحانات بشكل لا يسمح لهم باي حاله من الشعور بالضغط او الاحساس بان الوقت مثلا في مشكله او كده. فالحمد لله يعني اللي تم اتخاذ الاجراءات بشكل سريع جدا النهارده. زميلي العزيز استاذ شادي زلطه، حضرتك صحفي قبل ما تبقى متحدث رسمي، يعني ما بتشوفش ان لما يبقى عندي مشكله متكرره زي وقوع السيستم او عطل تقني وارجعه لان في 80,000، ما انا وانا بعمل الامتحان عارف ان في 80,000 ومفترض ان انا جاهز ومجهز البدايل في نفس اللحظه، ما بتشوفش ان مشكله متكرره نقع فيها تاني ده في حد ذاته مشكله؟
هو خليني اقول لحضرتك ان العام الحالي هو لاول مره بيتم اتاحه المنصه الالكترونيه للامتحانات بنظام الخارج. الفصلين الدراسيين في الخارج، ووارد ان يبقى فيه مشكله استاذ خيري، يعني وارد ان يتم وجود اي عائق او مشكله، ولكن هي طريقه الحل والتعامل معاها هي اللي بتفرق. والحقيقه ان الاجراءات اللي اتخذتها الوزاره النهارده بشكل سريع ساهمت في طمانه اولياء الامور بشكل سريع جدا. نتمنى ذلك وهنتابع معاهم. كنت عايز اسال حضرتك بس، بعض المواقع وعلى تليجرام كان في تسريبات تقال انها لامتحانات الصف الاول والثاني الثانوي، هل وصلت اليكم اي شكاوى او معلومات او رصد لعمليات تسريب؟ طيب أأكد لك أستاذ خيري أنه لم يتم تسريب أي امتحان من الامتحانات اليوم. نعم. لم يتم تسريب أي امتحان من الامتحانات اليوم. كل ما حدث على الـ ما يسمى بجروبات التسريب أو شاومينج أو غيره أو المتعلقة بالحاجات دي هو وجود أوراق للامتحانات بعد ما الامتحان خلص، أو بعد انتهاء ثلاث أرباع المدة الخاصة بالامتحان. ممكن يكون بعض الطلاب اللي خرجوا صوروا الامتحانات بعد ما خرجوا، وطبعا في اجراءات صارمه تم اتخاذها جوه اللجان بناء على توجيهات سياده الوزير متعلقه بعدم الدخول بالتليفون. حضرتك عارف طبعا ان الامتحان فيما يتعلق بالتابلت هو على شبكه داخليه للمدرسه وليس على الانترنت، وبالتالي هو الطالب لما بيدخل الامتحان فما يقدرش يفتح اي حاجه غير الامتحان فقط، ما يقدرش يتعامل باي حاجه خارجه عن الشبكه الداخليه للمدرسه. نعم. وبقيه الطلاب اللي بيتسلموا التابلت بيمتحنوا بشكل ورقي. فكل اللي حصل ممكن يكون بعض الطلاب صوروا الامتحان بعد ما خرجوا وبعتوه، فلان كل ده حدث بعد تقريبا ساعتين من الامتحان وليس قبل الامتحان. وده الفارق ولا يعني. أثناء الامتحان؟ لا ولا لا بعد ما انتهاء ثلاث ارباع المده من الامتحان، طبعا في بعض الطلاب اكيد خرجوا بعد نص المده او بعد ثلاث ارباع المده. لكن لم يتم تسريب اي امتحان من امتحانات اليوم. والحقيقه ان احنا النهارده كان في لجان مشكله سواء على مستوى الادارات التعليميه او المديريات او حتى داخل الوزاره، كان في تواصل مستمر للمتابعه دقيقه لاي مشكله او اي حاجه بتخص الامتحانات على مستوى الادارات التعليميه على مستوى الجمهوريه بالكامل. بشكرك جدا استاذ شادي زلط المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم.